محلى قد من أسابيع خرجت حملة على الفيسبوك ولا انطلقت حملة على الفيسبوك بعنوان ستتي جمبي تونيزيان ولا صيف سنة باش نلبس تونسي. حملة كان بداها جروب على الفيسبوك في إطار حملة لتحسين وتكثيف الإقبال على المنتوج التقليدي. من اللي بدات الحملة هذه ولي كرياتور اماتور وحتى لي بروفيسيونيل ولي يركزوا على الفيوجن تاع المنتوج التونسي التقليدي في لبسة كل يوم ولا حتى في لبسات المناسبات. هيك علاش صيف سنة باش نلقاو القماش الحايك راجع بقوة كبيرة، الحرام الحرير زادة باش يرجع نلقاوه موجود في فصايل الغاب متاع الصيف. كيف نلقاو القمراية واللي نعرفوها اللي هي تبرد بالكدا، القماش القمراية تبقى أباغ القماش نلقاو زادة التريزة ولا الحزام ولا حتى الزينة فيهم كيف فيها التوش التقليدية سبيسيال في اللي موديل هذوما اللي حتى كي نلقاوهم جوست دي او يعني مش حتى دي غابك هاو يمشيهم على جين يمشيهم على بنطلون سواء للرجال ولا حتى للنساء وحتى لكالسون نجمو نلبسوهم عليهم لبسة شيك مزيانة نجمو نلبسوها مع دي اكسسوار كيف تلقى فيهم التوش التقليدية اللي قاعدين ياخذوا في رواج كبير. إذا كنت مساند للحملة هذه تنجم تلبس تونسي وتتزين تونسي وخليك تونسي. واضح، يعطيك الصحة يا سناء.